ارحم فقيدتنا الغاليه الحاجه فاطمه العنون التي نقف اليوم بجلال وخشوع واكبار لنعتز بها ونفتخر بها ونقول لها في قبرها: طوبى لك يوم ولدت ويوم مماتك. وان هذه البذرات انما هي من ثمارك ومن شجرتك الطيبة التي أينعت قطوفها وظلالها في السماء، وها هي اليوم تعطي لنا هذه البذرات الطيبة التي سينعشنا المجتمع إن شاء الله، المجتمع الصالح، وهن دائما على خطاك. اللهم ارحمها ووسع عليها، اللهم نقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم شدد عليها رحماتك. اللهم إنا نتوسل إليك وندعوك ونتوسل إليك وأنت القوي العزيز الرحيم، فارحمها يا أرحم الراحمين. اللهم زد في ميزان حسناتها. اللهم إنها فعلت الخير الكثير، فلا تحرمها من هذا الخير يوم الحساب. اللهم ارحمها، اللهم نور قبرها، اللهم الحقنا بها مؤمنين تائبين خاضعين خاشعين يا رب. اللهم الحقنا بها مؤمنين تائبين خاضعين لك يا مولاي. اللهم ارحمها برحمتك الواسعة، اللهم نور قبرها، اللهم يسر حسابها، آمين. اللهم لا تحرمنا أجرها يا أرحم الراحمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. شكرا للجميع. شكرا للجميع.